قدرنا نعمل المنطاد بسبب ان احنا كل ما نزود درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة نقدر نقول ان احنا بنخفف الكثافة او بنقلل الكثافة، وبناء على كده برضو قدرنا نعمل بالونة الهيليوم. وحطينا بالونة الهيليوم، لو حطينا مسمار في المية المسمار هيغطس، لكن لو حطينا سفينة كبيرة جدا السفينة هتعلو وتعوم على وش المية. ده بيرجع لإيه؟ ده بيرجع لاختلاف الكثافة بين الاتنين واختلاف كثافتهم عن كثافة المية. وكذلك لو قلت لك ليه حجم 1 كيلوجرام من الخشب بيكون اكبر من حجم 1 كيلوجرام من الحديد مع ان الاثنين نفس الكتله، لكن بنلاحظ ان الحجم بيختلف، وده بيرجع لاختلاف الكثافه. فالكثافه الكثافه الكثافه هو ايه مفهوم الكثافه فيزيائيا، وازاي الكثافه بتدخل في حياتنا اليوميه، وازاي بنقدر نعين كثافه اي ماده او اي عنصر من خلال القانون الخاص بيها. كل ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله بعد الانترو. واهلا بكم في قناه الانتروبيا، معاكم المهندس محمد رضا. لفظ الكثافة بيرجع إلى مدى تقارب جزيئات المادة، يعني لو المادة جزيئاتها متقاربة والمسافات البينية بتاعتها صغيرة نقدر نقول إن كثافتها عالية، فكل ما تقل المسافات البينية كل ما تزداد الكثافة. ده اللي بيخلينا نقول إن كثافة المواد الصلبة بتكون أكبر من المواد السائلة وأكبر من المواد الغازية، وده بيرجع لإيه؟ بيرجع لتقارب الجزيئات. انا حاليا قلت لك الثلاث حالات للمواد اللي احنا عارفينهم، صلبه وسائله وغازيه، لكن لو سالتك هل فعلا حالات الماده هم ثلاثه بس؟ حالات الماده اكتر من ثلاثه، يعني كلنا عارفين من ابتدائي ان هم صلبه وسائله وغازيه، ومهم جدا تعرف ان الحاله الرابعه اسمها حاله البلازما، والبلازما مش المقصود بيها بلازما الدم، لكن المقصود بالبلازما انها حاله رابعه للماده، ودي بتحصل لما الماده يحصل لها تاين، ودي الحاله المكونه للنجوم اللي حوالينا. لكن احنا عشان نفهم الكثافه صح ونقدر نحسب الكثافه لاي عنصر، تعال نرجع للسؤال اللي انا سالته في اول الحلقه، ليه حجم 1 كيلوجرام من الخشب بيكون اكبر من حجم 1 كيلوجرام من الحديد؟ السبب هنا ان الكثافه تتناسب عكسي مع الحجم، يعني كل ما الحجم زاد كل ما الكثافه قلت لنفس الكتله لو هتقارن كتلتين ببعض، والموضوع بيكون ليه ابعاد تانية، يعني المادة دي جزيئاتها متقاربة او متباعدة زي ما وضحت في اول الفيديو. فتعريف الكثافة عندنا هو مقياس الكتلة بالنسبة للحجم، يعني نقدر نقول ان الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة او كتلة 1 كيلوجرام من المادة، فنقدر نعين الكثافة ونقول ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم او الدنستي بتساوي الماس على الفوليوم. لكن صيغة القانون بتكتب بان الرو وهو رمز الكثافة بتساوي الام على الفوليوم، يعني بيساوي الكتلة على الحجم. فخلصت الكلام، لو انت عاوز تحسب كتلة اي حاجة حواليك هتجيب من المادة دي 1 متر مكعب وتحطه على الميزان وتقوم قايس الكتلة اللي ظهرت لك، والرقم الناتج واللي بيعبر عن الكتلة هيعبر برضه عن الكثافة، لان انت وحدت المقام يعني استخدمت 1 متر مكعب. فنقدر نقول ان الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. وجدير بالذكر ان تقاس الكثافة بوحدة الكيلوجرام على المتر مكعب او مشتقاتها، يعني ممكن جرام على سنتيمتر مكعب او جرام على اللتر وغيره وغيره وغيره. قبل ما ندخل على التطبيقات انا حابب اقول لك ان هنا في الانتروبيا هتلاقينا بنشرح الفيزياء بطريقه غير تقليديه، وبنوضح لك المنهج اللي عندك واللي انت شايفه بعبع بصوره مبسطه بحيث تفهم الفيزياء صح ونرجع للفيزياء مكانتها الجميله. فلو حابب يوصلك كل جديد ما تنساش تتاكد انك تكون مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نرجع للتطبيقات. طبعا الفيزياء كفيزياء هو علم دراسه الطبيعه والظواهر الطبيعيه، فاي ظاهره عندك المفروض احنا نستفيد بيها كبشر ونيجي ناخد منها جزء تطبيقي كده نطبقه في حياتنا بحيث يسهل العيشه اللي احنا عايشين فيها. فمن خلال فهمنا للكثافة عرفنا ان الخشب بيعوم على المية، فقدرنا نعمل سفينة كبيرة، والسفينة دي تقدر تشيل احمال كبيرة جدا وتمشي في المية بدون اي مشكلة، لان السفينة مصنوعة من الخشب والخشب كثافته اقل من المية، فبالتالي الجسم اللي كثافته قليلة بنقول عليه ان هو جسم خفيف، فسهل جدا ان المية ترفعه. على العكس المسمار، رغم صغر حجم المسمار الا ان الكثافة بتاعته كبيرة، فبالتالي مادة الحديد في حد ذاتها او المادة المصنع منها المسمار نقدر نقول مادة تقيلة، فصعب على المية انها تشيلها، فبالتالي المسمار اول لما يتحط في المية بيغوص. طيب احنا استفدنا ايه برضو من الكثافة؟ قالك من خلال الكثافة طبعا تطبيقاتها لا تعد ولا تحصى، ولكن سريعا كده نقول اهم التطبيقات اللي حوالينا. عندك برضو المنطاد، احنا قدرنا نعمل المنطاد بسبب ان احنا كل ما نزود درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة نقدر نقول ان احنا بنخفف الكثافة
او بنقلل الكثافة. يعني الهواء لما نسخنه كثافته بتقل، ودي فكرة عمل المنطاد. فكرة عمل المنطاد ان انت عندك في وقود بيحترق بيطلع لك نار، النار دي بتسخن الهواء اللي موجود في تجويف المنطاد، واصبح دلوقتي عندك هواء داخلي. الهواء ده نقدر نقول كثافته قليلة، يعني هواء خفيف، والهواء الخارجي بيكون هواء طبيعي في الكثافة العادية. فبالتالي نقدر نقول ان المنطاد اصبح خفيف، فسهل جدا ان هو يطلع بسبب ان الهواء الداخلي له بيكون كثافته خفيفة او كثافته قليلة. فالمنطاد بحد ذاته نقدر نقول بقى وزنه خفيف بالنسبة للوسط الخارجي. وبناء على كده برضو قدرنا نعمل بالونة الهيليوم، وحطينا بالونة الهيليوم او حطينا هيليوم في البالونة. معروف ان الهيليوم كثافته بتكون اقل من كثافة الهواء، فالهيليوم لما نملى بيه بالونة نقدر نقول ان البالونة هتطلع لاعلى بدون ادنى مشكلة. ومن ضمن التطبيقات الطريفة في الكثافة بيقول لك لو انت عاوز تنزل المية وتقلل نسبة انك تغرق في المية، خد نفس عميق من الرئتين بتوعك بالهواء، فبالتالي اصبح جسمك دلوقتي في هواء اللي بطبيعة الحال بيكون كثافته اخف من المية، فانت كده بتساعد على ان جسمك يطفو فوق سطح المية. فبعد كده وانت نازل المية افتكر الكلمة بتاعتي، خد نفس عميق وسيب المية ترفعك زي ما انت معنا في الانتروبيا كده، سيب لنا دماغك والفيزياء ترفعك. واهم التطبيقات عندنا بقى اللي موجودة في كتاب المدرسة لو انت طالب في الثانوية، وهو ان احنا بنقيس مدى شحن البطارية من خلال الكثافة. يعني البطارية معروف ان هي عبارة عن الواح رصاص، فالواح الرصاص بتكون محطوطة في حمض، فبالتالي بقياس كثافة المحلول نقدر نشوف ان المحلول ده لو كثافته قلت يبقى انت دلوقتي البطارية دي محتاج يتعمل لها اعادة شحن. وتاني حاجة عندنا موجودة في المنهج قالك ان انت تقدر تشخص بعض الامراض من خلال الكثافة. يعني على سبيل المثال كثافة الدم، كثافة الدم لها مدى طبيعي بيتراوح من 1040 ل 1060. لو الكثافة زادت عن 1060 او قلت عن 1040 يبقى انت كده في مشكلة في تركيز كرات الدم في الدم بتاعك. وتحديدا لو التركيز ده قل او كثافة الدم قلت نقدر نقول ان انت كده معرض او مصاب بالفعل بفقر الدم او مصاب بالانيميا. واخر حاجة بقى مهم جدا نذكرها عندنا وهو مصطلح الكثافة النسبية. الكثافة النسبية دي انت بتجيب لي نسبة كثافة المادة بالنسبة لكثافة مادة تانية احنا عارفينها، واشهر مادة عندنا هي المية. كثافة المية مقدارها 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. فبالتالي لو حبيت تجيب الكثافة النسبية للخشب هتقول والله هي عبارة عن كثافة الخشب الى كثافة المية، فانت بتعمل لها النسبة او بتجيبها بالنسبة للمية. فكثافة الخشب بالنسبة للمية هي عبارة عن 8/10. والكثافة النسبية دي بتفيدنا في ايه بقى؟ لو انت حابب تعرف ان المادة اللي معاك دي مثلا تعوم على وش المية ولا هتغطس، قالك بص للكثافة النسبية. لو الكثافة النسبية اكبر من الواحد اذا هتغطس، لكن لو الكثافة النسبية اقل من واحد فهي كثافتها اقل من كثافة المية، فبالتالي نقدر نقول انها هتعوم على وش المية. فبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. فلو شايف نفسك استفدت ولو بنسبة بسيطة ما تنساش تكون متأكد انك ضغط لايك على الفيديو، لان اللايك مهم جدا بالنسبة لنا وبيشجعنا نكمل. واكتب لنا رأيك في الحلقة، ما تنساش تستنينا الحلقات الجاية وتتفرج على الحلقات اللي فاتت عشان تحب الفيزياء اكتر، وتنضم على جروب الانتروبيا على الفيسبوك. وشكرا.